بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة يوم مش عادي، 27 نوفمبر 2020، الذكرى الثالثة لمباراة القرن، مباراة القاضية ممكن، مباراة قمة دوري أبطال إفريقيا، نهائي دوري الأبطال عام 2020. فوز النادي الأهلي بالبطولة الإفريقية النهاردة الذكرى الثالثة على هذا الحدث الكبير. على فكرة الأهلي عنده 11 بطولة إفريقية، فالحدث ليس في البطولة الإفريقية فحسب، ولكن الحدث في الفوز على الغريم التقليدي، خاصة أن هذه المباراة وصفت وقتها أنها مباراة القرن. كان الكلام كثير حول فكرة من هو نادي القرن في القارة الإفريقية، لتأتي هذه المباراة لتكون بمثابة عنوان تأكيد على أن نادي القرن في القارة الإفريقية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل هو نادي واحد، هو النادي الأهلي. البداية بدأت من رمي التماس لعلي معلول، ثم كرة طولية علي معلول بعد ما عمل رمية التماس، كرة طولية محمود علاء رجع الكرة، وتسديدة قوية من محمد مجدي أفشة على يسار حارس مرمى نادي الزمالك. التعليق الأميز وقتها كان للمعلق التونسي عصام الشوالي عندما قال احذروا الكاوو، وجاءت القضية ممكن بهدف لمحمد مجدي أفشة. أفشة في أول موسم لي انتقل للنادي الأهلي، جاء هذا الهدف بمثابة التاريخ، لأن هذا الهدف سيكون ذكرى طيبة وذكرى سعيدة لكل جماهير النادي الأهلي في القرن الجديد. هذه المباراة ليست مباراة التسعين دقيقة، ولكن كانت مباراة بمثابة قرن جديد للنادي الأهلي عشان يقدر يسطر تاريخ طويل وتاريخ عريض. المباراة في كواليسها وفي تفاصيلها وتحديدا من خلال برنامج الترند في أول عام لي وفي أول موسم لي عبر شاشة قناة الأهلي، كانت هذه المباراة كل أخبارها وكل معلوماتها وكل كواليسها عبر شاشة قناة الأهلي. على فكرة المباراة دي من قبل ما تحصل وإحنا كنا متوقعين وقلنا إن المباراة دي هتبقى بالقرعة، محدش كان عارف وقتها في ظروف الكورونا المباراة دي هتتلعب إزاي، ولكن برنامج الترند كشف وقتها على إن مباراة القرن إذا تأهل الأهلي والزمالك ستكون المباراة في استاد القاهرة، لأن وقتها الاتحاد الأفريقي كان خد قرار إن المباراة هتتعمل بناء على قرعة، لو طرف مصري هيلاعب فريق مصري المباراة تتلعب في استاد القاهرة، لو طرف مصري مغربي هنعمل قرعة، والقرعة أصفرت إن المباراة هتكون في استاد القاهرة. بالمناسبة يمكن هذه المباراة البعض ممكن في بعض الأحيان لما يكسب مباراة كبيرة ممكن يحتفل ويكسب ويحتفل عليها مثلا سنين كتيرة وما يتكلمش في أي حاجة وما يحققش أي حاجة، ولكن هل تتخيلوا بعد فوز الأهلي على الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عام 2020، وكانت وقتها التسعة، وكانت وقتها التسعة، والتسعة كانت ليها رونق كبير جدا لأن ساعتها كانت ليها أغنية كبيرة جدا واتقال التاسعة بتوقيت الأهلي للمعلق العماني خليل البلوشي. على فكرة وقتها لما الأهلي كسب الزمالك اتلعبت ما يقرب من حوالي 12-13 بطولة. الأهلي هل كسب وتوقف عند هذا الحد؟ لا، كسب 10 بطولات والزمالك كسب 3 بطولات، ولكن من وقتها لغاية النهاردة كل مباريات القمة ما بين الأهلي والزمالك لا تضاهي مباراة القمة القرن اللي اتلعبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا. يمكن الأهلي والزمالك على فكرة لما التقيا 8 مرات في مختلف المسابقات بعد نهائي القرن، فاز الأهلي في 5 مباريات وتعادلوا في مباراتين والزمالك كسب مباراة واحدة. بس هل حد يتذكر الزمالك كسب امتى؟ هل حد يتذكر المباراتين اللي انتهوا تعادل انتهوا امتى؟ لا. ليه؟ لأن المباراة الخالدة في التاريخ هي مباراة 27 نوفمبر 2020، زي مباراة 6-1، مباراة نهائي القرن والقاضية ممكن، والله أعلم التالتة تبتع تبقى أرني ذكرى سعيدة خلال الفترة اللي جاية. لكن عموما بنهني جماهير النادي الأهلي، والنهاردة وإحنا بنحتفل بهذه الذكرى السعيدة بنحتفل أيضا مع جماهير النادي الأهلي بهذه الذكرى وعنوانها الأساسي القاضية ممكن، قاضية أفشة، بطولة القرن التاسعة بتوقيت الأهلي. مبروك للنادي الأهلي. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا البدايه كانت بدايه استثنائيه لان النهارده بنتكلم على ذكرى الثالثه لبطوله القرن القاضيه ممكن، فوز الاهلي على نادي الزمالك، ولكن حلقه النهارده هيكون فيها كواليس وتفاصيل مهمه جدا. بكره عندنا مباراه مهمه جدا في الدوري العام بعد نهايه التوقف الدولي، الاهلي بكره يلعب مع فريق سموحه، ولكن بسرعه كده عشان وقت الحلقه نبدا النهارده بسؤال حلقه النهارده، وعايز اعرف توقعات حضراتكم على تشكيل الاهلي اللي ممكن يبدا بيه مباراه سموحه غدا في الدوري،
وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم، وخدوا بالكم التشكيل ممكن تحصل فيه تعديلات وتغييرات في ظل غيابات قد تكون في مباراة الغد أمام سموحة على استاد المقاولين العرب. ولكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري. وفي الترند المحلي، كأس السوبر المصري للأبطال بإدارة حكام مصريين. وفي الترند العالمي، حجازي جاهز للمشاركة مع اتحاد جدة في مونديال الأندية. في موضوع حكام كأس السوبر، النهارده عندي مفاجأة إن شاء الله ممكن نعلنها لجماهير النادي الأهلي من خلال مسؤول بارز عن موضوع الحكام اللي هيديروا مباريات بطولة السوبر في الإمارات. طيب نروح لمباريات الدوريات الأوروبية، والنهارده استكمال لمنافسات هذا الأسبوع. نروح للدوري الإنجليزي، والساعة 10 من مساء اليوم فولهام بيستضيف ويلفرهامبتون. وفي الدوري الأسباني أيضا في نفس التوقيت 10 مساء جيرونا بيستضيف أتلتيكو بالباو. وفي الدوري الإيطالي في مباراتين، في الساعة 7 هيلاس فيرونا بيستضيف ليتشي، وفي 10 إلا ربع بولونيا بيستضيف تورينو. دي أبرز مباريات اليوم. فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا كواليس وأخبار ومعلومات مهمة جدا، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بكرة مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي مع سموحة في الدوري العام. على فكرة الأهلي هيلعب يوم الثلاث، هيسافر يوم الأربع، عنده مباراة مع يانج أفريكانز يوم السبت اللي جاي الساعة 9 بتوقيت القاهرة، ومباراة هيديرها طاقم حكام من موريتانيا. يرجع عنده مباراة يوم الأربع مع زد، بعدها بيومين هيلعب مباراة مع شباب بلوزداد، فكل 72 ساعة مباراة الفترة اللي جاية. عندي كلام كتير على مباراة سموحة، أبرز الغيابات، في لعيبة بالتأكيد كانت موجودة في ماتش ميدياما مش هتكون موجودة في ماتش سموحة، الجهاز الفني بيفكر إزاي، في أخبار، في شائعات كتيرة حوالين بعض اللاعبين، كل ده بالتأكيد هتكلم عليه النهاردة في سياق الحلقة. ولكن دلوقتي معايا مداخلة مهمة جدا، لأن خبر بارز على السوشيال ميديا ظهر في الساعات الأخيرة بخصوص استقرار لجنة الحكام على اختيار طواقم حكام من مصر لإدارة مباريات كأس السوبر للأندية الأبطال اللي هتقام بإذن الله في الإمارات العربية المتحدة نهاية شهر ديسمبر المقبل. على الهاتف دلوقتي معايا الكابتن محمد فاروق، الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام. كابتن فاروق مساء الفل، أهلا بحضرتك عبر شاشة قناة الأهلي. يا جمال يا حبيبي، ومنور الدنيا كلها. اخبار حضرتك ايه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله تمام والله. يا رب دايما. طيب اولا خبر اختيار طواقم حكام من مصر لاداره مباريات كاس السوبر، اكيد خبر مهم جدا، يمكن بعض المواقع نشرته في الساعات الاخيره، ولكن محتاجين نتاكد من حضرتك صحه هذه الاخبار، ومتى يتم الاستقرار على الطواقم اللي هتدير هذه المباريات ان شاء الله نهايه الشهر القادم. طبعا يا كابتن، من الطبيعي طبعا بعد نجاحات الحكام المصريين في إدارة المباريات الصعبة، سواء المؤهلة سواء الموجودة في تصفيات كأس العالم أو بطولة أفريقيا، فطبعا أكيد هنروح للحكام المصريين استكمالا للنجاحات اللي يحققوها على المستوى الدولي. ويتم الاختيار يعني في خلال أسبوع بالكثير جدا إن شاء الله يتم الاستقرار على كل الأطراف. كابتن فاروق بس أستأذنك نعلي الصوت شوية. تمام يا كابتن. اتفضل يا كابتن. بقول لحضرتك طبعا من الطبيعي طبعا بعد النجاحات اللي الحكام المصريين بيأدوها على المستوى الدولي، فيكون طبيعي طبعا يكون حكام مصريين في كاس السوبر، وزي ما قلنا قبل كده دي فرق مصريه، من الطبيعي اللي يحكموا لها حكام مصريين. اكيد. طيب المباريات بالكامل يعني في الملعب وفي تقنيه الفيديو كلها حكام مصريين، ولا ممكن يتم الاستعانه بالحكام من الامارات؟ لا ان شاء الله كلها حكام مصريين. كلهم. طيب هل هيتم الاستقرار على حكام دوليين، ولا ممكن يتم الاستعانه بحكام من الدرجه الاولى اللي بيديروا حتى في الدوري المصري؟ لا يعني لسه لغايه دلوقتي برضه، يعني خلينا نقول ان احنا لسه خلال الاسبوع القادم هنستقر يعني، وكل حكام مصر مرشحه بقوه يعني، سواء الدوليين او الحكام اللي بيقدموا بشكل رائع في الدوري الممتاز. طيب هو من المفترض كم طاقم يسافر؟ يعني لكم اعتقد هم ثلاث مباريات، فكم طاقم هيسافر؟ ثلاث طواقم، ولا ممكن يبقى في طاقم احتياطي زياده؟ هم اربع مباريات مش ثلاث. اربع مباريات اقصد. اربع مباريات برضه يا كابتن، لغايه دلوقتي ما استقرناش على العدد بالظبط، يعني هل هيكونوا كلهم كل طقم لوحده، او هيكون في ناس هتكون موجوده هنا او هنا، كل الكلام ده ان شاء الله هنروح له في الاجتماع القادم ان شاء الله باذن الله. في اجتماع تاني هتحددوا فيه التفاصيل دي، ولا لسه شويه على الميعاد؟ لا هيكون في اجتماع تاني ان شاء الله، لكن قرار نهائي حكام البطوله بالكامل من مصر ان شاء الله يا كابتن. طيب عايز اعرف تعليقك وتعليق اللجنه على فكره اختيار، يعني بنتكلم في خمس طواقم حكام من مصر لإدارة مباريات في دوري الأبطال. الكابتن محمد عادل
كان بيدير مباراه الترجي والنجم الساحلي، عنده مباراه على فكره كمان في الجوله الرابعه اعتقد ما بين اسك واحد الفرق يعني، عنده مباراه مع جالاكسي واسك ميموزا. كابتن محمد معروف كان بيدير مباراه سيمبا واسك، والكابتن امين عمر عنده مباراه اسك وجالاكسي في الفتره اللي جايه. يعني الاختيارات دي برضو اللجنه شايفاها ازاي يا كابتن فاروق؟ وبرضو استكمالا لكلامك برضو يا كابتن، الفتره السابقه كان عندنا 3 حكام بيديروا 3 ماتشات في تصفيات كاس العالم، محمد معروف والبنا وامين عمر، وادوا اداء رائع الـ3 ماتشات، واحنا تابعنا الـ3 ماتشات يعني انجاز للتحكيم المصري خلال هذه الفتره. ما حصلش الكلام ده من فتره كبيره جدا ان يكون هذا العدد وهذا العدد بالكامل وقوتهم كامله. وخليني اقول لك اللي برضه عشان ندي الحق لاصحابه، يمكن مستر بريرا تواصل من فترات مع الاتحاد الافريقي واصر يكون الطاقم كامل بدل ما كان بيروح حكم او حكم ومساعد والكلام ده كله، وده ظهر خلال الفتره السابقه الطاقم بالكامل موجود من مصر في كل المباريات. دي معلومة جديدة على فكرة، إن حصل تواصل ما بين فيتور بيريرا مع لجنة حكام إفريقيا بحيث إن الطواقم الحكام اللي من مصر بيتم اختيارهم يكون طاقم بالكامل مساعدين وحكم رابع كمان. تمام. ده خبر جديد أعتقد ما اتقالش قبل كده يا كابتن فاروق. لا 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 ما اتقالش قبل كده، والراجل برضه عمل مجهود كبير جدا يكون الطاقم بالكامل مصري. تمام. طب تعليقك بقى على إدارة محمد معروف ومحمد عادل، يعني شايف نجحوا في إدارة المباراتين اللي أقيمة يوم السبت الماضي؟ بشكل كبير جدا طبعا يا كابتن. طيب جزئية تانية، ويمكن من خلال الإحصاءات اللي عاملينها لمباريات الدوري يا كابتن فاروق، بصينا شفنا في مباريات يمكن الحكام الدوليين هم الحمد لله بيطلبوا في مباراة إفريقيا، ولكن ما بين مباراة والتانية بتبقى في جاب قوي ما بين المباريات اللي بيديروها. يعني مثلا بدون ذكر أسماء، مثلا في حكم ممكن يدير مباراة مثلا من شهر وعلى مدار شهر مش موجود في مباريات الدوري ويتم استدعائه في إفريقيا، في بديل أو في فرصة إن ممكن لجنة الحكام تواجه فكرة إن الحكام الدوليين طبعا ما ينفعش يديروا كل مباريات الدوري؟ اكيد القاعده اكتر، في عدد من الحكام اكتر مش الدوليين فقط، ولكن عشان تحافظ على الدوليين هل في مساحه ان ممكن الدوليين يحكموا مباريات في مسابقات ادنى، ولا اللجنه مستقره على ان موضوع التصنيف ده مستمر، ولو ان ده ممكن ياثر على الدوليين كمان الفتره الجايه كابتن فاروق، لان هو مساحه المباريات اللي بيديروها مش كتير؟ لا يا كابتن احنا بس خلينا نتكلم، ما فيش حكام دوليين قعدوا شهر، هو التوقف بس اللي خلانا رحنا لكده، لكن اصلا هتلاقي الدوليين والحكام باستمرار موجودين في الماتشات. يعني خلينا برضو نتكلم ان انت في بدايه موسم بتلعب كل الحكام، اكيد في مرحله تانية بتروح ليها بتلاقي بالزبط. الحكام الكبار والحكام الدوليين بيلعبوا باستمرار، لكن مفيش حكم قعد اكتر من شهر خالص نهائي. لا انا بديك مثال، يعني ممكن اسبوعين ثلاثه يعني فتره زي كده، لان لما بيطلب في افريقيا هو بقاله فتره ما بيحكمش بتبقى ممكن الفيتنس اللياقه الفنيه. لا لا احنا عاملين حسابنا في خلال الفترة القادمة الحكام الدوليين والمرشحين للبطولات هيكونوا موجودين ان شاء الله بشكل كبير. بشكل كبير جدا. طيب سؤال اخير متعلق ب الحكام اللي اداروا مباراة افريقيا، ممكن يتم الاستعانة بيهم في الاسبوع الجاي في الدوري؟ عندنا مباراة كبيرة بيراميدز والاسماعيلي، الاهلي سموحة، يعني جات لي معلومة مثلا الكابتن محمد عادل مرشح لإدارة مباراة الاهلي وسموحة، هل ده ممكن يبقى بنفس الطاقم اللي ادار مباراه الترجي والنجم يجي يدير مباراه الاهلي وسموحه كتكريم للحكام المصريين اللي نجحوا بشكل كبير في مباراه افريقيا، يخشوا في مباراه الدوري بنفس المجموعه اللي كانوا مع بعض؟ لا خلينا بس نبعد عن التعيينات والكلام ده خالص، لان طبعا ده من اصول اللجنه، لكن طبعا وارد الحكام كلها تكون موجوده بشكل كبير جدا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. الفتره اللي جايه. كابتن فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وكانت تفاصيل مهمه جدا عشان نتاكد من المعلومات اللي صدرت بخصوص اختيار أطقم حكام مصرية لمباريات كأس السوبر للأندية الأبطال. طيب ده جانب مهم جدا مع الكابتن محمد فاروق، وهو كان حريص انه يبعد عن موضوع التعيينات بالتأكيد، وأكيد أنا أتفق معاه في هذا الشأن، ولكن اتجاه كبير جدا إن الكابتن محمد عادل اللي أدار مباراة الترجي والنجم الساحلي هو اللي يدير مباراة الأهلي وسموحة غدا في الدوري العام، خاصة إن الطاقم المصري اللي أدار هذه المباراة يعني حتى لو في بعض الأخطاء اللي ممكن تبقى واردة في بعض المباريات، ولكن مهم جدا الحكام بتوعنا لما يسافروا في مباراة إفريقية يرجعوا على طول يديروا مباريات في الدوري العام. على فكرة لسه موقف محمد الحنفي ومحمود عاشور مستمر، هيفضلوا الفترة اللي جاية بيحكموا في تقنية الفيديو فقط، لأن طبعا موضوع اللياقة البدنية واختبار البدني لسه ما تمش مع فيتور بيريرا، فبرضو وارد جدا نشوف بكرة كابتن محمد الحنفي على تقنية الفيديو في مباراة سموحة الأهلي وسموحة. يمكن محتاجين حكام خبرة، محتاجين حكام كبار يكونوا موجودين في مباريات الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز. يمكن لو تاخدوا بالكم الفترة الأخيرة مباريات الأهلي في الدوري ما كانش فيه حكام دوليين كتير، يمكن مباراة أو 2 من الـ5 مباريات أو مباراة واحدة أعتقد من الـ5 مباريات. بكرة لو
الكابتن محمد عادل موجود، هتبقى المباراة التانية في مباريات الموسم ده للنادي الأهلي مع الحكام الدوليين. نتمنى التوفيق يا رب بإذن الله لطاقم التحكيم اللي هيدير مباراة بكرة، ولكن لو تم اختيار الكابتن محمد الحنفي والكابتن محمد عادل، فأنا شايف وجود محمد عادل في إدارة هذه المباراة هيبقى شيء جيد، إن حكم مباراة الترجي والنجم هيدير مباراة الأهلي وسموحة بكرة في الدوري العام. كمان جزئية مهمة جدا متعلقة بالحكام الدوليين في كأس السوبر للأندية الأبطال، خلاص يعني فكرة إن يتم الاستعانة بحكام من خارج مصر أوروبيين ده مش موجود وده مش مطروح. فكرة الاستعانة بحكام من الإمارات في تقنية الفيديو برضو أمر ده مش مطروح. خدوا بالكم احنا على تقنية الفيديو عندنا حكام ليهم خبرات كبيرة، يعني عندنا محمود عاشور، عندنا محمد الحنفي، وارد جدا يتم الاستعانة مثلا بمحمود البنا في تقنية الفيديو. عندك في حكام الملعب في محمد معروف، في محمد عادل، في أمين عمر، أمين عمر من حكام النخبة أو حكام البروفيشنال في القارة الإفريقية، فوارد كمان إن دي الأطقم اللي تكون موجودة في أحمد الغندور. يعني الحكام الدوليين المتاحين لإدارة الأربع مباريات في كأس السوبر لأندية الأبطال أعتقد عدد كافي جدا إن شاء الله، وأعتقد الفترة اللي جاية هيتم الاستقرار والتأكيد على الأسماء والإعلان قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة. نقطة أخيرة كمان متعلقة بالتحكيم، وارد جدا الفترة اللي جاية نشوف اتصالات ويعني مشاورات مع لجنة حكام أفريقيا، لأن الخبر اللي قاله الكابتن محمد فاروق أنا شايفه خبر مهم جدا ومعلومة مهمة جدا، إن فيتور بيريرا تواصل مع لجنة حكام أفريقيا عشان الأطقم التحكيمية اللي بيتم اختيارها من مصر تبقى بالكامل حكام مصريين، وبالفعل ده حصل حتى الآن في المباريات اللي تم إدارتها في الجولة الأولى. شفنا محمد عادل كان معاه إبراهيم نور الدين حكم رابع، شفنا محمد معروف كان معاه محمود ناجي حكم رابع، الاثنين المساعدين كان في سامي هلهل، كان في هاني عبد الفتاح، احمد حسام طه على فكره موجود في اندونيسيا مع طاقم حكام من ليبيا معتز الشلماني، فشيء جيد ان يكون في حكام مصريين بالكامل. امين عمر على فكره برضو عنده مباراه في الجوله الرابعه هيكون معاه محمود ابو الرجال، فالطاقم بالكامل حكام مصريين، احمد الغندور حكم رابع. فيعني بصراحه بامانه لو الجزئيه دي بجد لجنه حكام افريقيا هتستمر عليها هيبقى بجد خطوة جيدة جدا من لجنة حكام في مصر بقيادة بيريرا، ان قدر يعمل الجزئية دي، لان كان دايما بنشوف بيتاخد مساعد مصري يتحط مع طاقم جزائري، او يتاخد مساعد مصري يتحط مع طاقم من مثلا بكاري جسامة، لكن فكرة طاقم مصري بالكامل ما كانتش موجودة. فبدأت في دور الأبطال، لو استمرت في التصفيات اللي جاية وده حصل برضو في تصفيات كأس العالم هيبقى شيء رائع جدا، واعتقد هتحسب للجنة حكام مصر بقيادة بيريرا اذا استمر النهج ده خلال الفترة اللي جاية. ده جانب متعلق بالأطقم التحكيمية ومداخلة مهمة جدا بنشكر بالتأكيد عليها الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام. طيب جانب آخر وهو متعلق باستعدادات الأهلي لمباراة السموحة. مباراة صعبة جدا، ليه صعبة؟ أولا مباريات الدوري كلها مباريات صعبة بغض النظر عن ترتيب الفرق في ترتيب المراكز في الدوري العام، ولكن الأهلي خلص مباراة ميديامة وكسب 3-0، والغيابات اللي هتكون موجوده في مباراه سموحه هتكون غيابات مؤثره، لان في لعيبه ظهرت في مباراه ميديا مش هتكون موجوده في مباراه سموحه، ابرزهم محمود عبد المنعم كهربا. في تفاصيل كتير وفي كلام كتير على بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين في الفتره اللي فاتت، ابرزهم انطوني موديست وعلي معلول، بالتاكيد محتاجين نروح لزميلنا محمد توفيق اللي متواجد حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان نعرف منه اخر الترتيبات واخر الاخبار المتعلقه باستعدادات الاهلي لمباراه سموحه. توفيق مساء الفل، وعايز اطمن منك على استعدادات الاهلي لمباراه سموحه والتدريب اللي يعني اعتقد بدا او لسه هيبدا بعد شويه. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالطبع يعني بضم الصوت لصوتك، مباريات في غايه الاهميه خاصه مباريات الدوري، يمكن طبعا بغض النظر عن ترتيب الفرق ولكن تبقى مباريات مهمه، خاصه يا محمد انها بتجي لك في وسط الاجنده الافريقيه، بتبقى مركز في بطوله افريقيا، عندك سفر سواء ماتشات متلاحقه ضغط مباريات، وفي النص بتجي لك مباراه الدوري ومطالب انك كمان تكسب وتعمل نتيجه ايجابيه وتكسب الثلاث نقاط عشان حفاظك على لقب الدوري العام للعام الثاني على التوالي. فده اعتقد بيبقى صعوبه جدا على اللاعبين، لكن اعتقد لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني قادرين على عدم الخلط والتركيز في اكثر من بطوله كقدر النادي الاهلي دائما وابدا. يمكن الفريق امبارح محمد على طول بدا استعداده بدون راحه،
يمكن كان تدريب امبارح بس مجرد تدريب استشفاء للمجموعه اللي شاركت لمده 90 دقيقه في مباراه ميدياما، وباقي اللاعبين خدوا مران قوي جدا. النهارده بقى ان شاء الله يعني مواصله التمرينات على طول بدون راحه، واخر تمرين استعدادا لمباراه سموحه غدا باذن الله في الاسبوع السابع، والمقر لها ان شاء الله 7 مساء على استاد المكونون العرب بالجبل الاخضر. كان محمد السعاد على قدم وساق، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، كل الاجهزه المعاونه موجوده يمكن من قبل التمرين بساعتين. التدريب باذن الله هيبتدي فيه تمام السادسه مساء ان شاء الله، يعني هيبقى في قبل المران على طول محاضره فنيه وبالفيديو المستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، هيتكلم طبعا عن مباراه سموحه واهم نقاط القوه والضعف للفريق، واكيد طبعا هو وجهاز التحليل المعاون ليه بيبقوا مقطعين كل يعني ما يخص الفريق المنافس اللي هو هيكون سموحه باذن الله رب العالمين. هيبدا اللاعبين يتفرجوا، هيبدا يبقى في بعض الحاجات التخصصيه والواجبات المتخصصه لبعض اللاعبين، من بعدها على طول هيبقى تمرين قوي جدا في الملعب، هيبدا به بعض الفقرات البدنيه، ومن بعدها على طول تدريبات الكره، ومن بعدها على طول التقسيمه اللي هيختتم بقى ان شاء الله استعداده لمباراه الغد. بعدها ان شاء الله الجهاز الفني هيختار قائمه من 21 لاعب زي ما انت قلت واشرت في البدايه محمد، هتخلو من محمود عبد المنعم كهربا الموقوف في المنافسات المحليه، ان شاء الله يخشوا في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه جدا من ملعب المقاولون العرب اللي هيحتضن مباراه الغد باذن الله امام نادي سموحه، وان شاء الله يعني يبقى يوم بكره حفل على طول من بدري في فندق الاقامه ما بين تناول وجبه الافطار او فتره الاكتيفيشن او التدريب الخفيف في الفندق، ومن بعدها يبقى الغداء والمحاضره الفنيه والتحرك في تمام الخامسه مساء على طول صوب ملعب المقاولون العرب اللي احتضن مباراه الاهلي والسموحه. ان شاء الله تكون مباراه جيده، ان شاء الله الجهاز الفني واللاعبين يقدموا ما عليهم ويبقى ثلاث نقاط جديده تؤكد قمتك وجدارتك بقمه الدوري العام، وكمان عشان تقفل الصفحه مؤقتا يا محمد وعندك على طول صفحه افريقيا والسفر لتنزانيا باذن الله يوم الخميس وملاقات وينج افريكانز في ثاني الجولات دول المجموعات من دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. طيب في اربع لعيبه محتاج اطمن منك يا توفيق بشكل مباشر عشان نطمن جمهورنا، اولا عمرو السوليه وعلي معلول ومحمود متولي لو موجودين النهارده في التدريب الجماعي تطمننا وتقول لنا الاخبار المتعلقه بيهم، وعايز اطمن منك على موديست وبيرسيتاو. في البدايه عمرو السوليه محمود متولي موجودين بشكل طبيعي جدا يا محمد منذ فتره في التدريبات الجماعيه، يمكن محمود متولي طبعا كان البادئ في المشاركه، ومن بعده عمرو السوليه مشاركتهم في المباراه من عدمها دي ترجع لمستر مارسيل كولر وجاهزيتهم الفنيه ولياقتهم الذهنيه ومشاركتهم في المباراه، فده امر فنيا، لكن من الناحيه الطبيه عايز يعني اكد عليك واطمنك ان امورهم مطمئنه للغايه، جاهزين للمشاركه في المباراه طبقا لرؤيه الجهاز الفني ومستر مارسيل كولر. علي معلول يمكن الحمد لله اموره اكثر من رائعه، مشاركته في المباراه من عدمها برضو نفس الامر ينطبق عليه بالتشاور بقى ما بين مستر مارسيل كولر ودكتور احمد جاب الله طبيب الفريق، امتى يشارك في المباريات، امتى يكون موجود مع الفريق، الامر دوت يعني خاص جدا ما بين مستر مارسيل كولر ودكتور احمد جاب الله، في خاصه ان معلول لاعب كبير جدا ما ينفعش نجازف بيه في ظل هذه الفتره الصعبه، عندك منافسات الدوري وكمان منافسات افريقيا ومن بعدها كاس عالم الانديه، فطبعا بيبقى في تفكير كبير جدا قبل الدفع بعلي معلول في اي توقيت، فده مستر مارسيل كولر هو اللي هيحدده ان كان يكون موجود في قائمه المباراه بكره او يتم الانتظار عليه حتى التعافي تماما من الالام اللي كان بيشتكي منها. موديست يمكن النهارده دكتور احمد جاب الله قال لي ان شاء الله في اول التدريب كده هيبقى في تيست وهيتاكدوا ويطمنوا عليه يعني من لياقته ومن عدمها، وهل هيكون قادر على المشاركه في التدريبات الجماعيه ولا هيتم الارجاء برده لما بعد مباراه سموحه باذن الله رب العالمين. كمان بيرسي تاو عايز اطمنك عليه، يمكن بس بيرسي تاو طبعا انت عارف السفر كان اخر اللاعبين الواصلين بعد المشاركه في مع منتخب جنوب افريقيا في تصفيات كاس العالم، كان ادى اداء اكثر من رائع، شارك في نسبه كبيره جدا من مباراتين، فالجهاز الفني طبعا فضل اراحته لبعض الوقت، ولكن هو الحمد لله سليم تماما وباذن الله يكون موجود مع الفريق ويكون دعامه اساسيه باذن الله لهجوم فريق النادي الاهلي. بقيه اللاعبين الحمد لله بطمنك عليهم حالتهم اكثر من رائعه، يمكن بس طاهر محمد طاهر اشتكى بس كده من الام في الكاحل في مباراه ميدياما، فدكتور احمد يمكن هيبقى في برضه اشاعه هنطمن عليه مع بدايه المران عن نتيجه الاشاعه ان كانت بس مجرد كدمه او حاجه اكتر في الكاحل، لكن ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه وباذن الله يكون قريبا جدا في التدريبات الجماعيه، وباذن الله قريبا يكون كمان يعني موجود في قائمه المباريات ويساند زملائه في ظل يعني الزحام الكبير جدا مباراه محمد سواء محليا او افريقيا او كمان عالميا ودوليا ان شاء الله في كاس العالم للانديه. طيب توفيق بما انك التقيت بدكتور احمد الدكتور الفريق وطبيب الفريق، يعني الاشاعه اللي اجراها موديست نتيجتها ايه، او مثلا لان الناس قلقانه ممكن يلحق كاس العالم ما يلحقش كاس العالم، انت النهارده قلت لي خبر مهم جدا وخبر جيد ان في تيست هيتعمل النهارده في بدايه التدريب بحيث لو نجح فيه ينزل في التدريبات، فبالتالي فكره انه يغيب اسبوع واسبوعين الكلام ده اعتقد كده اصبح مش وارد خالص يعني.
اصابه مودست بالذات يا محمد. خلينا بقى ان شاء الله كده مع بدايه المران ان شاء الله، ان شاء الله نتواصل تاني واقول لك بالظبط. الدكتور احمد يعني اكد لي ان شاء الله مع بدايه المران هيكون كل الامور واضحه، هقدر اكد لك بقى اصابه مودست بالظبط، مده غيابه بالظبط، هل هيكون موجود زي ما انت ذكرت ولا لا، ولكن ان شاء الله الامور كلها مطمئنه لا ضعف القلق، وباذن الله يكون موجود مع الفريق. يعني يمكن انت عارف طبعا في كلام كتير جدا بيثار الفتره الاخيره، ولكن طبعا زي ما تعودنا دايما اخبارنا بناخدها من مصادر رسميه. ان شاء الله يعني مع بدايه المران كده دكتور احمد يطمنا، وباذن الله كل جماهير النادي الاهلي تطمئن، ويكون كل اللاعبين باذن الله مع بدايه كاس العالم. طبعا انت عارف ان رضا سليم خلاص رسميا خارج قائمه الفريق لكاس العالم للانديه طبعا، لان اصابته لسه مطوله، بنتكلم في نص شهر فبراير، ولكن بقيه اللاعبين ان شاء الله يعني نقدر يكون في اكتر من لاعب موجود، وكل اللاعبين اللي حتى بقى لهم فتره كانوا في اصابات وبيتاهلوا يكونوا الحمد لله وصلوا لفورمه كويسه، ويكون باذن الله قوام قوي جدا ان شاء الله يقدر يحقق كل طموحات وامال جماهير النادي الاهلي، ونعمل نسخه ممتازه من كاس العالم للانديه باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ومتابعة مهمة جدا لتدريبات فريق النادي الأهلي. فاصل ثم نواصل. السوشيال ميديا النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا، وفيها أخبار متعلقة بمباراة الأهلي وسموحة، وكمان كلام كتير اتقال على عدد من اللاعبين. نطلع نتابع كل التفاصيل دي في آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند، والبداية هتكون مع ترند الأهلي. البداية في ترند الأهلي بمباراة القرن، مباراة القاضية ممكن، والنهاردة الذكرى الثالثة اللي بدأنا بها حلقة النهاردة من برنامج الترند. يلا كورة، اتكلم على جزئية تاريخية مهمة جدا. أولا النهاردة بالظبط يبقى 1096 يوم على نهائي القرن، الأهلي يهزم الزمالك 10-3. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة وإحنا بنحتفل بالذكرى الثالثة لنهائي القرن الذي جمع الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020. التفاصيل فيما معناها أنه منذ ذلك اليوم حقق الأهلي 8 ألقاب، هي 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، 2 سوبر مصري، دوري وكاس مصر، بالاضافه لتحقيق الاهلي للميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه مرتين. الزمالك حقق 3 بطولات بس، 2 دوري وبطوله كاس. في 1096 يوم منذ نهائي الافريقي اللي اتعمل او اقيم عام 2020، الاهلي والزمالك واجهوا بعض 8 مرات في مختلف المسابقات. يمكن من وقتها ما تقابلوش في افريقيا من تاني، لان من وقتها الزمالك ما كملش في افريقيا، واوقات كتيره كمان كان بيلعب كونفدراليه، ولكن في الدوري او في الكاس او في السوبر لعبوا مع بعض عدد من المباريات. الاهلي فاز 5، اتعادلوا مباراتين، والزمالك كسب مباراه واحده. واتحدى حد دلوقتي يقول لي ايه هي المباراه اللي كسبها الزمالك او حتى يفتكرها ما بين الثمان مباريات اللي اتلعبوا في 1096 يوم منذ مباراه القاضيه ممكن اللي اتلعبت في 27 نوفمبر 2020. في مباريات كده بتبقى مفصليه، مباريات تاريخيه ما تتنسيش. مباراه 6-1 مر عليها اكتر من 22 سنه لسه بنحتفل بيها دلوقتي، واحنا صغيرين اتفرجنا عليها، دلوقتي بنتكلم على كواليسها وتفاصيلها. القاضيه ممكن مباراه القرن 2020 بنتكلم عليها دلوقتي وبعد 3 سنين، لكن لسه الكلام عليها هيكتر بعد 10 سنين و20 سنه، وحديث الذكريات والتاريخ في المباريات اللي زي دي ما بينتهيش. فالنهارده ذكرى جيده على كل جماهير النادي الاهلي، وبالتاكيد شايفين السوشيال ميديا الكل بيتكلم على هذا اللقاء. الوطن الرياضي وبيتكلموا على ان بيرسي تاو يثير ازمه في الاهلي، وكولر يطلب معاقبته. على فكره فيها تفاصيل كتيره جدا هذه الجزئيه، لان على فكره الوطن قال كده، لكن في الجول هو اللي رد. في الجول رد وقال ايه؟ مصدر من الاهلي في الجول: لا ازمه بين تاو وكولر، ومخطط الاحمال طلب منه عدم المشاركه في مران المستبعدين بسبب الاجهاد، لانه ما اتمرنش امبارح. كمان المصدر قال اللاعب غاب عن تدريبات ما بعد مواجهه ميدياما بناء على طلب مخطط الاحمال. تاو لم يشارك في تدريبات المستبعدين بالامس عقب مباراه ميدياما، وعندما توجه اليه كولر لسؤاله اجاب ان مخطط الاحمال طلب منه عدم المشاركه بسبب الاجهاد. اولا خبر الوطن بيقول في مشكله، موقع في الجول هو اللي رد وقال مفيش مشكله. وارد جدا على فكره ان ممكن بيرسي تاو ما يكونش موجود بكره، وارد، انا ما عنديش معلومه اقول وارد ليه، عندك ماتش بعد 72 ساعه في تنزانيا مع يانج افريكانز، فمهم جدا تحافظ على القوام الاساسي في المباريات الجايه خاصه المباريات الافريقيه. حساب يلا كوره ده كمان في نقطه ثانيه، هو ممكن هيكون عايز يحافظ على تاو، بس في نفس الوقت عندي غياب لكهربا ومودست، فنقطه اعتقد كولر هيفكر فيها بشكل كويس قوي. حساب يلا كوره بيقولوا جاهزيه معلول والسوليه، يلا كوره يكشف موقف مصاب الاهلي من مواجهتي سموحه ويانج افريكانز. الخبر على يلا كوره بيقول ان الجهاز الطبي منح الضوء الاخضر للمشاركه، لكن الامر يتوقف على قرار فني من مارسيل كولر. طيب
انطوني مودست لسه بيعاني من شد في العضه، وعلى فكره زميلنا محمد توفيق قال النهارده دكتور احمد جاب الله هيعمل تيست للاعب عشان يطمئن على حاله مودست. اعتقد صعب يلعب مباراه سموحه، وممكن كمان لو مش جاهز بدنيا كويس ما يكونش موجود في ماتش يانج افريكانز. عموما هنشوف ده خلال الساعات اللي جايه. كريستو على فكره لسه محتاج حوالي اسبوع 10 ايام خلال الفتره اللي جايه. طب الوطن الرياضي بيتكلم على ان ازمه جديده تهدد الاهلي بالدوري بسبب كهربا ومودست. الازمه في حد ذاتها بتتكلم على ايه؟ ولا لسه شارحها دلوقتي. خط هجوم الاهلي في مباراه سموحه بكره كهربا مش هيكون موجود، لان دي المباراه السادسه في الايقاف، وانطوني مودست بنسبه كبيره مش هيتم انضمامه لقائمه الفريق، فبالتالي مفيش غير بيرسي تاو وصلاح محسن. بيرسي تاو ما اتمرنش امبارح، النهارده هنشوف موقفه. كولر على فكره ممكن يفكر في راحه بيرسي تاو عشان ماتش يانج افريكانز، ممكن يضمه للقائمه ويدفع بيه كبديل، او ممكن يبدا بيه ويغير وينزل صلاح محسن في الشوط الثاني. كل دي افكار اكيد بيفكر فيها كولر، ولكن غياب كهربا ومودست عن مباراه سموحه هتخلي كولر يفكر 100 مره في الجزئيه دي قبل ما يختار القائمه النهائيه. حساب يلا كورة بيتكلم على تقارير غنية قلبت الدنيا في ال 48 ساعة اللي فاتت. لاعب مهاجم ميدياما الغاني جوناثان سوا، كلام كتير قوي اتكتب في الصحف الغنية ان الاهلي بيفكر في ضمه. اولا استحالة الاهلي من مباراة واحدة يفكر في ضم هذا اللاعب. التقارير الغنية ما هي الا تسويق لنجم ظهر في هذه المباراة، وعلى فكرة هو لاعب كويس جدا وبيلعب في منتخب غانا وكان موجود في المعسكر الاخير في الاجنده الدوليه ولعب مباراه غانا ومدغشقر، ولكن اختيارات الاهلي في المركز ده تحديدا هيتم التاني فيها بشكل ممتاز. ليه؟ لان كمان عندنا طاقم سكاوتنج موجود في شركه الكوره بقياده الكابتن هاني رمزي، كان في اجتماع الاسبوع الماضي وقدم سير ذاتيه، ولسه في اجتماع هيتم مع مارسيل كولر. هذا اللاعب وارد جدا، وارد جدا على فكره لو تالق في الثلاث اربع مباريات اللي جايه الافريقيه قبل انتقالات يناير ممكن اسمه يدخل ضمن الترشيحات، ولكن مفاوضات رسميه وتفاصيل رسميه لا، الكلام ده غير مطروح دلوقتي بخصوص مهاجم ميدياما الغاني. وبعدين انت لو ضميته مثلا في يناير نفترض يعني مش هتستفيد بيه في افريقيا السنه دي، فيعني العجله في فكره الاخبار اللي زي دي. وادي كمان حساب بطولات خد تصريح من وكيل المهاجم، يعني خلاص بقى المهاجم عليه اخبار كتير، ووكيله كمان طلع اتكلم وعلق توني ايبيا. بص بقى التعليق اللي اتقالت، قال لك ايه؟ الاهلي وبيراميدز مهتمان بضم جوناثان سوا، كذلك سان داونز وفرق من الجزائر وتونس، وكذلك مع اهتمام اوروبي. يا جماعه في ايه؟ اللاعب يمكنه الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، وفي حاله وصول عرض قوي من قبل احد الانديه الخارجيه فبالتاكيد سيتم دراسته من جانب اللاعب ونادي ميدياما. جزء حلو جدا في موضوع التسويق. طيب دي كانت ابرز الاخبار في ترند الاهلي، نطلع للفاصل وبعد الفاصل نواصل. وقتنا بيجري معاكم بسرعه، ولكن متبقي دقيقتين في نهايه الحلقه اروح بسرعه للترند العالمي، وعندي خبر مهم جدا متعلق بالنجم المصري احمد حجازي اللي وارد يلعب مباراه اتحاد جده في حال تاهلهم الى مباراه اوكلاند سيتي ومواجهه الاهلي يوم 15 ديسمبر. اليوم السابع قالوا احمد حجازي جاهز للمشاركه مع اتحاد جده بعد غياب 184 يوم. اصبح احمد حجازي جاهز للمشاركه مع الفريق السعودي خلال مواجهه بطل اوزبكستان المقرر اقامتها مساء اليوم الاثنين في الجوله الخامسه من دوري المجموعات لدوري ابطال اسيا. صحيفه الرياضيه السعوديه قالت ان حجازي هيعود للمباراه بعد سته اشهر من اصابته بالرباط الصليبي، ولو شارك النهارده احمد حجازي بنسبه كبيره هيكون موجود في قائمه اتحاد جده في كاس عالم للانديه. وارد جدا لو اتحاد جده كسب اوكلاند سيتي نشوف احمد حجازي في مواجهه مباشره مع النادي الاهلي يوم 15 ديسمبر في كاس العالم للانديه. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم للتشكيل ونتيجه مباراه الاهلي وسموحه. ايهاب بيقول التشكيل: الشناوي، الدبيس، منعم، ياسر، هاني، مروان، امام، كوكا، الشحات، صلاح محسن، تاو. ان شاء الله الاهلي يفوز 0-4. نروح كمان لتعليق عبد الله بيقول: مساء الخير، تشكيل الاهلي: الشناوي، رامي، ياسر، الدبيس، اكرم، توفيق، كوكا، مروان، امام، الشحات، تاو، صلاح محسن. ان شاء الله 3-0 للاهلي. نروح كمان لتعليق احمد كاريكا بيقول: الشناوي، اكرم، ربيعه، منعم، الدبيس، كوكا، مروان، عاشور، تاو، كريم، فؤاد، صلاح محسن. كويس ان في تنوع وتباين في الاراء. سامح بيقول: كل عام وكل اهلاوي بخير وفي نصر في الذكرى الثالثه لنهائي القرن. التشكيل المتوقع: الشناوي، معلول، منعم، ياسر، هاني، مروان، امام، ديانج، الشحات، صلاح محسن، بيرسي، تاو. ان شاء الله الاهلي يكسب 4-1. انا عاجبني فكره الناس حتى اسم كريم الدبيس مع علي معلول في المنافسه على التشكيله الاساسيه. عمرو بيقول: اعتقد الشناوي، معلول، منعم، ياسر، اكرم،
كوكا ديانج امام حسين كهربا تاو و2-0 الاهلي باذن الله. تحياتي يا محمد، شكرا ليك يا كابتن عمرو. دي كانت ابرز التعليقات على سؤال حلقه اليوم. في النهايه نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراته غدا امام فريق سموحه بعد العوده لاستئناف مباريات الدوري العام. وانا في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقه جديده يوم الاربعاء، لان بكره بالتاكيد في مباراه في الدوري ما بين الاهلي وسموحه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.